اتصالا من واشنطن مرة أخرى، ولكن هذه المرة من المنحة الاقتصادي، الدكتور توفيق حميد الباحث السياسي والاقتصادي. سيدي، إلى أي مدى حسب البيانات ستؤثر أزمة السودان على أزمة الغذاء العالمية؟ هل هذا الطرح في بدايته صحيح؟ شكرا أخي الكريم على السؤال، وأهلا بك وبالشهادة السادة المشاهدين. هو الحقيقة في شيء من الصحة أنها ستؤثر، لأن السودان ليها تأثير يعني في إنتاج الغذاء، ولكن لا أعتقد أنه يكون تأثير ضخم على العالم، ليس مثل أوكرانيا وليس مثل روسيا في المشكلة اللي بينهم، دي مأثرة أكتر بكثير من السودان، لأن السودان عنده إنتاج، ولكن أعتقد أقول قدرته على الإنتاج أكثر يمكن بعشرات الأضعاف مما هي عليه الآن. يمكن في وقت في المستقبل لو الأمور مشيت كويس في السودان يمكن التأثير في حاجة زي كده كان يؤثر على الغذاء العالمي، لكن في اللحظة الحالية هيبقى في تأثير ولكن محدود. إن كنت أصفه بكلمة واحدة هيبقى تأثير ولكنه محدود. طيب، دولة جنوب السودان اشتكت بأن ممر مستخرجاتها النفطية قد يتأثر أيضا، إلى أي مدى سيؤثر ذلك على مسار النفط وأسعاره حتى وإن كانت بشكل طفيف؟ كيف ترصدها؟ وهذا أول ملمح اقتصادي اشتكت منه جنوب السودان. طبعا شكرا، ده سؤال مهم جدا، وده بداية بتوضح إن مجرد بدأ الانهيار في دولة بيبدأ يأثر وله تبعات في كل حاجة. يعني جوبا ممكن أو جنوب السودان ممكن تجد صعوبة في تصدير البترول، وده هيؤثر 100% على أسعار البترول، ولكن بدرجة طفيفة كما ذكرنا، لأن حجمه بالنسبة ووزنه العالمي محدود، ليس يعني ما هوش بترول مثلا السعودية اللي بيتأثر ولا البترول الروسي، لا، ده نقدر نقول تأثير، ولكن هيبقى تصاعدي طبعا في سعر البترول، ولكنه ايه محدود. ولكن هو الأهم من كده مش مجرد الموقف ده، الأهم من كده بداية المؤشرات على التداعيات وسلسلة الانهيار الاقتصادي اللي ممكن تصيب كذا جزء في الدولة. فإذا بدأ هنا تأثير في البترول، بعد شوية تبص تلاقي تأثير في نقل البضائع كلها، بعد شوية الكهرباء توقف ويصبح هناك شلل في الدولة. الفارق بين الحياة والموت أخي الكريم ولحظة، وكذلك الفارق بين الدولة واللا دولة برضو قد تكون لحظة بداية الانهيار. فهو أنا أخشى ما أخشى أن ما حدث في صعوبة نقل البترول وهذه الشكوى أنها تكون بداية ونذير لأمور أخرى قادمة قد تكون أكثر سوءاً. طيب، كيف تتوقع أن تتداعى هذه الأثار؟ أنا للأسف الشديد برغم أننا بطبعي الشخصي عندي قدر معقول من التفاؤل، ولكن في هذه الحالة للأسف أنا لا أرى في الوضع الحالي مؤشرات قوية تدعوني للتفاؤل. يعني يكفي أن هو حميدتي اليوم حينما سئل على قناة العربية وسئل صراحة ما هو الشيء الوحيد اللي يطلبه عشان إيه يقف الصراع، قال أن يستسلم البرهان. يعني أنت بتطلب هنا طلب شبه مستحيل، معناه أنه يريد استمرار القتال. فإذا استمر الوضع كذا فيعني الأمور قد تكون كارثية، خاصة كما ذكرت هناك لحظات تفرق. إذا انقطعت الكهرباء تماما، إذا بدأ الانهيار قد يكون صعب جدا أن تعود الأمر كما هو طب عليه. إذا ما معنى أن يتأثر المحيط الجغرافي اقتصاديا بما يدور بهذه الأزمة وجميعها في طور الدول الناشئة والنامية؟ طبعا كان السودان، نمو السودان ونجاحه هيكون له تأثير، ونجاح المنطقة بأكملها كان هيبقى له تأثير في كل الدول المحيطة، من الزراعة والتصدير، لأن هو السودان له منفذ على البحر، في عدد كثير من الدول الإفريقية ملهاش منفذ على البحر، فكل دي هتتأثر. مشروعات مشتركة مستقبلية، لأن مجرد ما يدخل رؤوس الأموال في منطقة وفي بيبقى احتمال كبير أو المناطق الأخرى تستفيد من هذا، سواء بتصدير بعض السلع ليهم أو البضائع أو العمالة أو أخذ تدريبات، ويصبح هناك حراك إيجابي في المنطقة بأكملها. وانهيار دولة واحدة هنا ممكن يتسبب في إيذاء أو أذية للعديد من الدول اللي كان ممكن تلحق بركب النمو الذي كان متوقعا في هذه المنطقة. وما هو تصنيف هذه المنطقة اقتصاديا في الأساس؟
هو تصنيفها أقدر أقول هي ليست منطقة صناعية ولكن منطقة عندها إمكانيات عالية في المعادن وفي الزراعة، ودي كان ممكن يحل مشكلة الغذاء اللي نتجت مثلا على نتيجة حرب روسيا وأوكرانيا. فالعالم الغربي على سبيل المثال هو نفسه عانى الأمرين من مشكلة روسيا وأوكرانيا وكل شيء غلي عندهم، فكان أفريقيا ممكن تكون بديل جيد، على الأقل يبقى عندهم نوع من الخيار والاحتمالات، إن مفيش منطقة تتحكم فيهم بصورة مطلقة. فهذا البديل كان أفريقيا والمنطقة السودان من أفضل ما يمكن زراعيا وإنتاجا للسلع، فكان ممكن تبقى فعلا تعمل توازن بحيث ما يحصلش في الغرب موقف روسيا وأوكرانيا وشح السلع وغلاء الزيوت وغيره والسلع الغذائية. فعشان يتفادوا هذا الأمر كان وجود منطقة زي السودان وما حولها كلها في نمو اقتصادي على الأقل زراعي وتصدير منه للعالم، قد يضعف قدرة كان روسيا في السيطرة على الغذاء العالمي كما حدث في مأساة أوكرانيا وشاهدناه جميعا. طيب، معنى ذلك أن هذه الأزمة أو استفحال هذه الأزمة بهذا الشكل المرتبط بهذا الكيان الاقتصادي سواء السودان أو العالم، العالم في الأساس يعاني بداية من كورونا اتصالا بمروره بهذه المعارك الدائرة في أوروبا تحديدا في أزمة أوكرانيا، هل معنى ذلك أن سبل الإغاثة والإعانة التي من المفترض أن تقدم في مثل هذه الحالات هي الأخرى ستلقى عجزا؟ بالقطع ستلقى عجزا، لأن إذا فقد الأمان والأمن يصبح من الصعب على أي منظمة أنها تقوم بالإمداد بالسلع، ويزداد الأمر حدة ويزداد الأمر سوءا. فهو كلما تم الانهيار الاقتصادي زاد الفقر، زادت السرقة، زادت الجرائم، وبدأ الاضطراب يصل الناس ما تروحش شغلها زي الأطباء، فتخيل انت اللي في شركات الكهرباء والتليفونات ما راحوش، فيبدأ انهيار يتسبب في ان هو حتى شركات الإغاثة او مؤسسات الإغاثة العالمية تريد ارسالها من خلال بشر، يعني مش هيقدروا يعملوها لوحدهم، فيحتاجوا ان الطرف الاخر يبقى عنده درجه من التواجد الطبيعي. فاذا فقدت بعد شويه كهرباء، بعد شويه ميه ما فيش، بعد شويه تليفونات، يصبح لا دوله، يصبح صعب عليهم جدا الوصول، مش هيقدروا ياخدوا مخاطره كبيره على الناس بتوعهم، ويصبح يزداد الامر وتدخل في حركه مفرغه سيئه. ولذا فان حل هذا الامر ان لم يكن عاجلا قد يكون الامر كارثيا. التاخير هنا ليس تاخير ما بين يعني خيارات، التأخير ما بين دولة ممكن حل المشكلة أو بداية الكيوس اللي هو الـ 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 الانهيار المطلق اللي يبقى من الصعب إن إحنا نلمه في مرحلة سابقة. فإذا انفرط العقد كما أقول دائما يكون من الصعب إنك تجمعه مرة أخرى. فنحن لسه في مرحلة لم ينفرط بصورة مطلقة، ولكن يعني في الفترة القريبة القادمة إذا تم حلول، وقد يكون ان نقل الناس من امريكا من السفاره الامريكيه ده قد يكون في تصور ان ممكن يساعد في ان الدول زي امريكا تبدا تدخل بثقل اكبر في الحلول السياسيه. شاكر لك من واشنطن الدكتور توفيق حميد الباحث السياسي والاقتصادي، شكرا لك على هذه المشاركه.